إذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أهنئ التلاميذ الذين اجتازوا امتحانات البكالوريا بنجاح مع متمنياتي للمستدركين إن شاء الله الرحمن الرحيم بالنجاح في الدورة الاستدراكية. الفيديو جاء بعجالة نظرا يعني لطرح مجموعة من الأسئلة من طرف التلاميذ، ومن طبيعة الحال ما كيكونش واحد الجواب أو ما كيجبروش الجواب شافي كافي عن أسئلتهم، وبطبيعة الحال في المسألة كتعلق يعني بالتلاميذ الذين يعتقدون أنهم يعني لم ينصفوا أثناء تصحيح مادة معينة أو عدة مواد يعني أثناء التصحيح كما قلت. فالمعتاد أن التلاميذ يعني كانوا يتقدمون بشكاية كتابية إلى مصالح المديرية الإقليمية التابعة لهم بطبيعة الحال بهدف طلب إعادة تصحيح الامتحان يعني معين، رياضيات مثلا أو فيزياء إلى آخره، وكان يتم يعني الاستجابة لطلبهم والتصحيح يعني الورقة مرة ثانية بهدف إنصافهم. لكن هذه السنة فوزارة التربية الوطنية مشكورة قامت بمجهود جبار في هذا الباب، وقامت بإحداث نظام معلوماتي أي نافذة تابعة يعني نافذة معلوماتية في خدمة مسار أو متمدرس .gov.mn.ma أو مسار سيرفيس نفس الشيء .gov.mn.ma. الهدف منها يعني هو هذه السنة بدل كتابة الطلب ودفعه يعني إلى مصالح المديريات يعني مانسكريت، فهذه السنة سوف يتم وضع الطلب بشكل إلكتروني يعني من خلال البوابة، كما أنها يعني في ذات البلاغ الذي صدرته اليوم بالمناسبة 16 يوليو 2020، ف في ذات البلاغ يعني سوف يتم التجاوب فقط مع الطلبات التي سوف تصل عبر النظام المعلوماتي، بمعنى التلاميذ الذين سوف يتقدمون بطلب تصحيح مانسكريت يعني مكتوب للمديريات فلن يتم التجاوب معه، سوف يتم التجاوب فقط يعني مع الطلبات الموضوعة كما تلاحظون هنا، ويمكن الولوج إلى هذا النظام من خلال الرابط، سوف أضع الرابط في الوصف كذلك. أو بالنسبة للمترشحين الأحرار، وهذه إضافة صراحة نوعية مشكورة وزارة التربية الوطنية على هذه المبادرة، من خلال الرابط كذلك. وكما قلت هنا والتي سيتم تدبيرها حصريا عبر يعني كما قلت حصريا عبر هذه البوابة الإلكترونية، حيث لن تؤخذ بعين الاعتبار شكايات التي لا ترد عبر هذا النظام المعلوماتي. دونك البلاغ أظن أنه صريح واضح، الطلبات التي سوف يتم النظر فيها الطلبات التي سوف تصل عبر هذه البوابة أو على هذا النظام المعلوماتي. هنا أريد أن أشير إلى أن هذه الطلبات يجب أن تلتزم بنوع من الجدية، لأن عندما نقوم بوضع طلب إعادة تصحيح فيمكن أن نحصل على نقطة أكثر من تلك التي حصلنا عليها يعني في أثناء التصحيح الأول، أو يمكن أن نحصل على نقطة أدنى من تلك التي حصلنا عليها أثناء التصحيح الأول. مثال حصلت في مادة الرياضيات يعني أثناء التصحيح العادي على 16/20، وقمت بطلب يعني إعادة تصحيح لأنني اعتقدت أنني يعني هذه النقطة غير منصفة بالنسبة لي، فيمكن أن أحصل على 17 أو 18/20، كما يمكنني أن أحصل على 14 أو 15/20. بمعنى آخر وكما قلت يعني يجب هذه الطلبات أن تتسم بنوع من الجدية ويعني الحالات الشادة. كيف ذلك؟ فمثلا تلميذ مجتهد مجد حصل يعني في أو خلال مساره الدراسي يعني كان دائما ما يحصل على نقطة أكبر مثلا من 15/20 في المادة، وأثناء التصحيح حصل على نقطة 5 أو 8 أو يعني نقطة دون المعدل. دونك في هذه الحالة فعلى التلميذ أو على المترشح تقديم بطلب إلكتروني بهدف النظر إلى يعني شكايته وإعادة التصحيح مرة ثانية. أتمنى أن يكون الفيديو قد أفادكم، مع متمنيتي دائما للجميع بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.